تحية مشاهدينا الكرام أينما تتواجدون. نتواجد هنا بإقليم تازة والعاصمة الأم مدينة تازة. نتواجد في معلمة قلما نجدها في الوسط الحضاري لبعض المدن، معلمة تستحق أن نقف عندها، معلمة تحتضن أبناءنا وفلدات أكبادنا تحت اسم جمعية النور، اللي غادي نخليكم تعرفوا على المؤسسة ديالها، وتستحق منا جميعا أن نثني عليها وأن نقدم لها يد العون، لأنها معلمة بجميع المواصفات. أستاذة صباح الخير. صباح الخير. الاسم الكريم؟ الدكتورة إدريسي داودي مونيا. للا مونيا، تحدثي لنا على هذه المعلمة اللي بهرتنا جميعا وبهرت أبناء إقليم تازة. شكرا للزيارة لكم. أنا رئيسة جمعية النور لرعاية الطفل والمرأة في وضعية صعبة في تازة منذ 2001. كان احتضنوا 180 تلميذ وتلميذة من النواحي ديال الحومة ديال تازة هنا ديال بيت غلير وباريس. يعني هذه الحومة هذه كانت فيها التلاميذ في وضعية جد صعبة من ناحية الأسرة، من ناحية الموارد، يعني المدخول ديال الأسرة. فهنا التلاميذ هادو كيجيو الجمعية، مقر الجمعية، في الأوقات الفارغ ديالهم حسب برنامج الدراسة، يعني هما مسجلين في المدارس الحكومية وحسب استعمال الزمن ديالهم، في الأوقات الفارغ اللي غادي يمشيو للشارع كيجيو لهنا المقر، كنديرو معاهم الدروس ديالهم، وكنحفظوهم، كنفسرو لهم مسائل اللي ما حافظينش باش يكملو الدراسة ديالهم. وهنا اليوم الحمد لله حنا في العطلة، أول يوم العطلة، التلاميذ كلهم موجودين. بعض يكونوا في الشارع ولا جالسين في الدار، كيجيو لنا في الأوقات كلهم صباحا ومساء، كنديرو معاهم الدروس، وكنديرو معاهم أنشطة متوازية، وكنوجدو واحد الحفلة بالمناسبة 16/11/2019 اللي غتكون في المشرح ديال تازة الفوق، وغادي تكون فيه كنحتفلو بالدخول المدرسي لتشجيع التلميذ على حب الدخول المدرسي، ولا مكنش كنحتفل دائما غير بالخروج ولا نهاية الدراسة، ولكن ببداية دخول السنة الدراسية الجديدة. حقيقة مشاهدينا الكرام، وأنا أجول بين حجرات هذه المعلمة، أبهرني التنظيم، أبهرني كذلك أدب التلاميذ، أبهرني كذلك أدب الأطر التربوية. حقيقة هذه المعلمة اللي كتسيرها الأستاذ الإدريسي تستحق منا جميعا، لماذا أكرره مرة ثانية، تستحق منا أن نقف وقفة تأمل لنقدم يد العون ويد المساعدة لفلدات أكبادنا اتجاه هذه المؤسسة. الأستاذ الإدريسي كنشكرك الشكر الجزير. إلا عندك شي مضيفي، مرحبا بك مرة أخرى. شكرا جزيلا. اللي غادي نضيف هو أنه منذ تأسيس الجمعية عندنا 40 تلميذ وتلميذة يشدوا البكالوريا، الحمد لله كملوا الدراسة ديالهم، منهم كاينين دي ساجفان، منهم كاينين زانفيرمي، والحمد لله كاينين اللي داو دي ليسونس فرونسي في لونجلي وكيقريو. للإشارة كنقرا لونجلي في واحد المدرسة، والتلميذة اللي كانت عندي هي اللي كتقريني لونجلي في واحد المدرسة، وهذا فخر ليلي. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى ذلكم الحين، هذا عبد الحق خربشي يحييكم من مدينة تازة ومن مركز جمعية النور هنا بعاصمة إقليم تازة. إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.